نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أفضل الأدعية يا شيخ يوم عرفة؟ أفضل الذكر الدعاء يا شيخ في يوم عرفة وغيره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر دعاء، لكنه دعاء ضمني، لأن من أثنى على الله بذكره عز وجل فحاله فلسان حاله يقول: يا رب أثبني على هذا الذكر. ولهذا قال بعض العلماء إن الذكر دعاء في الواقع، لأنك لو سألت أي ذاكر لماذا ذكرت الله؟ قال: ليثيبني. لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء الذي يريد، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يختار أدعية من القرآن أو من السنة، فهذا طيب. ولا أعلم دعاء خاصا لعرفة، بل يقول الإنسان ما تيسر. إن علم من الأدعية التي في القرآن أو في السنة شيئا فليدعو به، لأنها خير الأدعية، وإن لم يعلم فبما أراد. نعم.